محافظة بغداد تشرع بحزمة مشاريع في قضاء المدائن، منها في ناحية الجسر وأخرى في الفاروق والكرغولية. المشاريع تنوعت بين مد شبكات تصريف المياه وخطوط نقل الماء الصافي، فضلا عن استئناف العمل بمشروع ماء الجسر المركزي. مشاريع صرف صحي، مياه أمطار، بنى تحتية، ماء، شبكة طرق، إضافة إلى الأبنية المدرسية والقطاع الصحي والمستشفيات. إنشاء شبكة مياه أمطار مؤقتة، إضافة إلى تبليط بطول 15,000 متر تقريبا، ونحن عازمون بإذن الله سبحانه وتعالى على إنجاز المشروع في نصف المدة المقررة له. مدخل بغداد واسط الثانوي هو الآخر شهد حملة إعادة تأهيل وافتتاح ضمن مشاريع مداخل العاصمة، بدءا من تقاطع الطاقة وانتهاءا بجسر ديالة من جهة، والآخر باتجاه ناحية الوردية، باختصار واضح للمسافات وتخفيف الزخم على مدخل بغداد الجنوبي. طول هذا الطريق بالاتجاهين من ناحية الجسر إلى الوردية هو 3 كيلو، بالإضافة إلى تداخل 2 كيلو من هذا المفرق إحنا اليوم اللي واقفين به إلى فكة الطاقة بطول 2 كيلو. إعادة تأهيل شبكة الإنارة اللي بالشارع، من ضمنها إضافات جديدة للشارع من تقاطع شارع الطاقة الذرية باتجاه تقاطع الفلكة الساحة الطاقة الذرية اللي هو ما بي شبكة هوائية، فهذا راح نحط له مصادر تغذية نصب محولتين سعة 400 kVA مع نصب حدود 140 عمود ثنائي وتأثيث الشارع بالإنارة بالكامل. حكومة بغداد المحلية أكدت إتمام العمل قبل المدد الزمنية المحددة بعد أخذ تعهدات من الشركات المنفذة، فضلا عن الإنجاز بمواصفات قياسية لتعويض أهالي هذه المناطق التي غابت الخدمات عنها لفترات طويلة. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.